اهلا بكم بفيديو جديد. موضوع الفيديو تمرين SQL، واليوم سنقوم بانشاء قاعده بيانات فيها جدولين، الاول جدول الاسئله والثاني جدول الاجابات. وسنحاكي بهذه العمليه فكره ان يكون لدينا تطبيق عن الكويز او الامتحانات او الامتحانات القصيره، يعني التي تكون هي عباره عن سؤال وإجابات متعددة، أو مثلا سؤال وإجابة نعم أو لا. فاليوم سنقوم بإضافة قاعدة بيانات لهذا. البيانات التي لدينا هي التالي، حتى لو كنت لا تعرف بالكود أو لا تعرف هذا كود جافا سكريبت، حتى لو كنت لا تعرف هذا الموضوع، حاول أن تقرأه حتى تفهم الفكرة. فنحن لدينا قائمة من البيانات، أو من العناصر، وكل عنصر هنا هو عبارة عن سؤال. فالسؤال له معرف، السؤال له نص السؤال، وأيضا فيه إجابات. الإجابات ستكون قائمة من الإجابات التي أيضا كل إجابة سيكون لها معرف، سيكون لها نص الإجابة. وهنا بالنسبة للسؤال التالي، هنا سنحاكي فكرة الكويز الشرطي، الذي يكون أو conditional quiz الذي يتم السؤال يكون بالشكل التالي. مثلا نسأل: هل قمت بأعمالك اليوم؟ فإذا قال نعم فنعطيه، مثلا نقول له: ماذا تريد جائزة؟ وإذا قال أن لم أقم بأعمالي اليوم سنسأله لماذا؟ فبناء على إجابته سنسأله السؤال التالي. فهنا مثلا سنسأل الشخص عن لونه المفضل، وبناء على إجابته سننقله للسؤال الذي بعده. وهنا وضعنا السؤال الذي بعده هنا بهذه الخاصية هنا Next Question ID. فإذا فكرنا بقاعدة البيانات هذا أو جدول يمثل هذه الديتا، كيف سيكون هذا الجدول برأيكم؟ فإذا بداية سيكون فيه يكون لدينا جدول عن الأسئلة، وسنضع فيها الـ ID، سيكون هنالك معلومة عن الـ ID، سيكون معلومة عن نص السؤال text مثلا أو question text، جيد. وأيضا سيكون لدينا فقط، أعتقد هذا فقط، جيد. فأنا فقط بجدول السؤال سأقوم بوضع المعرف ونص السؤال. أيضا سأقوم بإنشاء جدول آخر سيكون عبارة عن الأنسر. بالأنسر ماذا أريد أن أضع؟ أريد أن أضع معلومات الديتا الخاصة بالأنسرز التي أو الأنسر الواحدة، والتي هي ستكون عبارة عن المعرف والتكست والنكست كويشن اي دي. فبالتالي هنا بالأنسر سيكون لدي اي دي، سيكون لدي أنسر تكست، وسيكون لدي أيضا next question ID. ويمكنكم النظر هنا أن next question ID سيتعلق أو سيرتبط مع هذا الجدول، لأن هذا المعرف الموجود هنا سيكون هو معرف لـ question already موجود لدينا هنا. فبالتالي هذا الـ ID هنا بالنسبة لجدول الأسئلة أو السؤال هو عبارة عن primary key، مفتاح أساسي. الـ ID هنا بالنسبة لجدول الأنسر هو عبارة عن primary key، يعني معرف أساسي بالنسبة لجدول الأنسر أو الإجابة أو الإجابات. أما بالنسبة للـ next question ID، هذا عبارة سيكون عبارة عن foreign key متصل مع الـ question، جدول الـ question. فإذا بالتالي نحن اليوم نريد أن ننشئ هذا بدلا أن نستخدم البيانات ونضيفها بالكود الذي لدينا، إن كان جافا سكريبت، إن كان بايثون، إن كان PHP، إن كان روبي، إن كان أي شيء. بدلا أن نستخدم بالكود نريد أن نضع المعلومات بقاعدة البيانات. فإذا لنقم بذلك مباشرة. حتى نبدأ بهذه العملية أنا سأستخدم هذا الموقع، رابطه في صندوق الوصف. أيضا يمكنكم أن تكتبوا معي وتتدربوا، يعني افتحوا الموقع وتتدربوا معي، وبعد النهاية بعد كتابتي أنا للكود سيكون هنالك رابط آخر للكود الذي كتبته إذا أردتم مقارنة الكود الذي أنتم تكتبونه مع الكود الذي أنا أكتبه. فإذا سنبدأ. فإذا بداية هنا أنا أريد أن أنشئ جدول، فإذا create table، جيد. هذا هو الأمر للتابل. طبعا نحن نعرف أن بالنسبة دعوني هكذا، نحن نعرف بالنسبة لـ SQL لا مشكلة بالكيس إذا كان كابيتال أو سمول، لكن عادة الأوامر نكتبها كابيتال لتر، والأشياء الغير أوامر نكتبها سمول لتر. فإذا create table هي جزء من الأمر فنكتبها كابيتال لتر، جيد. فإذا اسم هذا الجدول يمكن أن نسميه question بهذا الشكل.
ويفضل أن تعطي بادئة لأسماء الجداول الخاصة بك، فمثلا تعطيها بادئة، مثلا أنا سأعطيها بادئة LWN underscore questions. لماذا؟ لأن ربما أسمي قاعدة البيانات LWN. هذه ال LWN underscore تسمى prefix أو بادئة، فكل جداول قاعدة بياناتك أضف لها بادئة من اختيارك، تكون بسيطة، حرفين، 3 أحرف، 5 أحرف، شيء بسيط. فنحن الآن هنا نريد أن ننشئ تيبل. هذا التيبل نريد أن نضع فيه ID كما اتفقنا، عفوا ID. هذا الID هو نوعه هو عبارة عن integer وهو primary key كما اتفقنا. طبعا يمكن أن نكتب هنا primary key كلها capital letter. العنصر الثاني الذي هو question text، يمكن أن نكتب text فقط وليس question text، وهو سيكون عبارة عن varchar 255. طبعا الvarchar هو عبارة عن variable، لكن أنا أحدد الطول الخاص به أو عدد الحروف أو عدد المحارف، فهي 255، أو يمكن أن أحدد شيء آخر. جيد؟ فإذا هذا بالنسبة للجدول الأول. سأقوم بوضع سيمي كولون هنا لأنني أريد كتابة أمر آخر، والأمر الآخر هو أنني أريد إنشاء تيبل آخر هنا. هذا التيبل سأسميه، لاحظوا بنفس البادئة، LWN answers underscore answers، وسأغلق وسيمي كولون أيضا. فإذا هنا بهذا الأنسر سأقوم بإضافة كما شرحنا قبل قليل، نحتاج ID. هذا الID هو عبارة عن integer يعني رقم، وسيكون هو primary key بالنسبة لجدول الأنسرز. فإذا بشكل سريع، ماذا يعني primary key؟ هو معرف هذا الجدول، كل قيد بالجدول سيتم تعريفه من خلال هذا المعرف، من خلال هذا الID، من خلال primary key يعني مفتاح أساسي. كل answer سيكون لديها text، أيضا هي عبارة عن varchar، ويمكن أن نعطيها أيضا 255 كوما. Next question ID لدينا السؤال التالي، next question ID سيكون هو عبارة عن integer. جيد؟ وأيضا أريد أن أضع هنا أنني أنا أريد الفورن كي. هذا الكويشن اي دي أو next question ID هو عبارة، لا أعرف إذا يمكن أن أكبر أكثر، لا، فإذا بالتالي سأكتب هكذا. هذا الفورن كي يعود references جدول LWN questions ID تحديدا. جيد؟ فإذا ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني هذا الأمر أنني أنشأت next question ID الذي هو integer، عمود عادي وهو عبارة عن رقم، ولكن هذا الفورن كي، هذا الـ next question ID هو مفتاح فرعي أو ثانوي، ويعود هذا للID هنا، وبالتالي أنا ربطت الجدولين معا. جيد؟ فالآن يمكن أن أقوم بإنسيرت في هذا الجدول الآن باستخدام أمر insert into، وأنا أريد إدخال بجدول questions، وفعليا أريد إدخال ID وإدخال أيضا التكست. ولاحظوا هنا، عفوا، يعني التكست يمكن أن يعتبرها كلمة خاصة، فبالتالي يفترض أن لا أسميها تكست، فربما نسميها title، question title answer title أفضل. فإذا سأغير هذه لتايتل، لأن التكست يمكن أن يعتبرها كلمة محجوزة keyword. فإذا الآن بالنسبة ل insert into LWN questions، سندخل هنا التايتل وسندخل ال values. هذه ال values يمكن أن ندخل الأسئلة التي لدينا. إذا عدنا إلى هنا، لاحظوا لدينا السؤال الأول، هذا لدينا، هذا السؤال الثاني، ولدينا هذا السؤال الثالث، ولدينا هذا السؤال الرابع. فيمكن أن أقوم بنسخه. فإذا الID الأول سيكون هذا، طبعا هو عبارة عن نص، فيجب أن أحيطه بدبل كوتيشن. ونفس القصة، عندما أنتهي من هذا الإدخال أقوم بوضع كوما. يمكن أن أنسخ هذا أكثر من مرة، إذا بهذا الشكل، وهذا أسميها مثلا 2، وهذه أسميها 3، وهذه أسميها 4، وأمسح هذه، أقوم بتفريغها حتى أقوم بوضع الأسئلة الأخرى. أم سأقوم بتفريغ الأسئلة الأخرى وأضيفها هنا، مثلا هنا سأضيف السؤال الثاني والسؤال الثالث، هنا السؤال الثالث، والآن السؤال الرابع. طبعا هذه النهاية، فبالتالي هذا يجب أن تكون سيمي كولون وليس كوما. وأريد تسمية هذا المثال الذي كتبته،
سأقوم بتسميته ماذا؟ نسميه مثلا quiz, questions and answers table, tables هكذا. وأيضا أريد إضافة insert into أخرى هنا، وهذه الانسيرت انتو ستكون، لاحظوا كتبت كثيرا الآن، أريد تنفيذها بالنهاية، وثم ستظهر الأخطاء إذا وجدت وسنقوم بتصحيحها. فإذن insert into LWN answers، والأعمدة التي سنعبئها الـ ID، طبعا لا داعي لتعبئة الـ ID على فكرة، بالنسبة للـ ID لا داعي لتعبئته، أو لأنه هو primary key سيتم إضافته بشكل أوتوماتيكي إذا أضفنا auto increment في الأعلى لكن لم نضفها. فبالتالي هنا سأدخل الـ ID، هنا الأعمدة الـ ID، title للـ answers، والـ next question ID، وبعد ذلك سنكتب كلمة values، وهنا سندخل المعلومات. فبداية سندخل الـ ID مثلا 1، ثم ندخل مثلا بلو، وهنا سندخل 2، فإذا بناء على هذا، فإذا بلو و next question ID 2. طبعا أنا الآن سأقوم بتعبئتها الباقية كلها، سأقوم بتعبئتها بشكل سريع، فإذا ها هي قمت بتعبئتها بهذا الشكل. فإذا الآن انتهيت تقريبا من هذا الموضوع. طبعا عفوا أنا يجب أن أكتب الكويري هنا، هنا يجب أن أكتب السكيما وهنا الكويري، فبالتالي سأكتب هنا LWN questions، فإذا run، فإذا ها هو لاحظوا سيظهر لي title هنا، إذا كتبت مثلا ID و title أريد ال title وال ID، لاحظوا سيظهر لي هنا 1 والأسئلة. وبخصوص الإجابات فإذا LWN answers، فإذا run، فإذا ستظهر لي الإجابات هذه هي، وهنا لدينا ال ID والتايتل، لكن إذا قمت بكتابة هكذا حتى يظهر لي كل شيء، فإذا run، فإذا الآن سيظهر لي ال next question ID. فإذا ممتاز. أريد أن التنويه، إذا كنتم أنتم متتبعين بشكل جيد ستعرفون أن هنالك مشكلة بهذا السيستم أو بهذه القاعدة التي أنا قمت بإنشائها، والخطأ هو، هل يمكنكم، هنالك ليس خطأ، كل شيء كتبناه صحيح 100%، لكن هنالك شيء خاص بالفكر أو بطريقة تفكيرنا بهذه الديتا، هنالك شيء غفلنا عنه أثناء تصميم هذه الجداول. هل يمكنك التفكير بهذا؟ هل يمكنك معرفة ما هو؟ فأنا سأساعدك، أريد منك أن تفكر. فلاحظوا نحن قمنا بتصميم الجدول الأسئلة وكان فيه الـ ID والـ title، ممتاز جيد جدا، وقمنا بإيصال أيضا بإنشاء جدول الإجابات الذي فيه الـ ID والـ title والـ next question، ممتاز. لكن النقطة التي لم نقم بربطها وهي أن كيف يمكن أن نعرف أن هذه الكات مثلا، هذه الكات وهذه الدوغ وهذا البيرد، هذه إجابات للسؤال رقم 2، كيف يمكن أن أعرف؟ فعليا نحن غفلنا عن هذه النقطة أثناء تصميمنا للجداول، فعلينا الآن أن نقوم بحلها. فكر لمدة دقيقتين كيف يمكن أن تقوم بحل مثل هذه النقطة. فإذا الآن سنقوم بذلك بثواني قليلة، لكن أريد أن أقول أن بدون هذا التغيير أنا حفظت هذا المثال هنا في الرابط، سيكون في هذا الرابط في صندوق الوصف. الآن سأقوم بإنشاء مثال آخر، فسأنسخ كل شيء بهذا المثال وأقوم بإنشاء مثال آخر مرة أخرى. فإذا سأذهب إلى الصفحة هنا الأساسية هذا بهذا الشكل، تعرفون يجب أن أفتح في مكان آخر حتى أحتفظ أنا فعليا بالرابط حتى أشاركه معكم. سأنسخ العنوان هنا، سأضيفه وأكتب رقم 2، وهنا سأقوم بنسخ كل شيء كتبته هنا وأضعه هنا. جيد، فإذا هذا هو الجدول الآن. ففعليا الشيء الذي سنقوم به عند إنشاء هذا الجدول، يجب أن نضيف شيء هنا يكون اسمه question ID، الذي يتبع هذه الانسر تتبع لهذا ال question ID، وهذا ال question ID أيضا سيكون هو عبارة عن foreign key، سنضع كوما هنا ونضيف foreign key، هذا ال question ID
سيكون عبارة، إذا هذا الكويشن اي دي سيكون عبارة عن فورين كي بالنسبة ل LWN question ID. جيد، فأنا فقط كررتها بهذا الشكل. طبعا مجرد أنني كتبتها، فإذا الآن لدينا بعد next question ID لدينا question ID، فبالتالي هنا بالانسرز يجب أن نضيف، أن عندما قمنا بإنسيرت يجب أن نضيف هذا بالنهاية، فإذا إنسيرت، فإذا البلو هي للسؤال الأول، الريد للسؤال الأول، الجرين بعد الجرين هي السؤال الأول، والدوغ هي للسؤال الثاني، وهذا للسؤال الثاني. طبعا كيف أعرف هذه الأمور؟ بناء على الديتا التي لدي، وطبعا أنا أعرف هذه الديتا. الآن ليس المهم الرقم الذي كتبته، المهم هو فهمك للموضوع، أن كيف فكرنا بالموضوع. ليست هذه الأرقام هي المهمة، يمكن أن تضيف أي أرقام لا مشكلة، يمكن تضيف أي أسئلة لا مشكلة. هذه للسؤال الرابع، هذه السؤال الرابع، وهذه للسؤال الرابع. الآن أريد فقط أن أريكم كيف. فإذا نحن فعليا بالديتا التي لدينا، أول سؤال كان ما هو لونك المفضل، فالريد والبلو والجرين هي السؤال الأول، ثم ما هو حيوانك المفضل، فكانت هذه الإجابات، ثم ما هو فصلك المفضل، فكانت هذه الإجابات، ولدينا ما هو هوايتك المفضلة، فكانت هذه الإجابات. فالآن نعود لموضوعنا. على الأغلب أعتقد إذا قمت أنا الآن بران سيعطيني خطأ. لماذا؟ لأن هذا الجدول تم إنشاؤه ونحن ننشئه مرة أخرى، فيمكن أن نكتب مثلا هنا LWN questions 2 مثلا، وهنا نكتب 2، وهنا نكتب 2، وهنا نكتب 2 بهذا الشكل ورن. نعم، لأن لماذا؟ لأن لاحظوا هذا الفورين كي، هنا نسيت أن أكتب 2، وهنا نسيت أن أكتب 2 أيضا لهذا الموضوع. فإذا دعوني أجرب ران مرة أخرى. فإذا هنالك خطأ، نعم الخطأ هنا لأنني وضعت دوت بدل الكوما، فإذا ران. والخطأ أيضا أنني يجب أن أكتب هنا question ID، لأنني أضفت question ID في النهاية، فيجب عند الانسيرت انتو أن نكتب question ID. فإذا ران مرة أخرى. فإذا الآن لا يوجد مشاكل، يمكن الآن أن نكتب select، نكتب capital letter select all from LWN answers 2 ورن. لاحظوا الآن أصبحت النتيجة لدينا هنا دقيقة هكذا. فإذا الـ question ID، لاحظوا هذه تعود للسؤال الأول، هذه تعود للسؤال الثاني، وهذه تعود للسؤال الثالث، وهذه للرابع. فإذا ممتاز، سأقوم بحفظها حتى نقوم فعليا بمشاركة الرابط معكم حتى تروا الأمور. بالنسبة للـ questions لن تتغير، فإذا LWN questions 2، وإذا قمنا بالرن، فإذا الآن سنفس الموضوع. الآن يمكن أن نكتب هنا select statement. هنا هذه select statement تجمع ما بين الأسئلة والأجوبة معا، أي نعرض هنا السؤال والإجابات. فكيف ذلك؟ بكل بساطة نكتب كلمات select، وكوننا الآن نريد أن نقوم بالتعامل مع أكثر من جدول، فبالتالي يمكن أن نستخدم alias معينة. فمثلا نكتب أن نريد title الخاص بالquestion، ونسمي الجدول هنا نسمي العمود question أو سؤال، وهنا بالنسبة للanswer، فإذا الanswer ونعطيها title answer، نسمي العمود answer. ونحن فعليا نريد أن نحصل على الأسئلة من جدول الأسئلة الثاني الذي نتعامل معه، ونعطيه alias question، وهذه مجرد alias. alias يعني اسم بديل، وبالتالي أنا أعطي أسماء بديلة بالأوامر حتى يسهل علي التعامل معها، لكن يمكن أن أستخدمها بدون alias لا مشكلة. ثم نحن نحتاج أن نقوم لأن لدينا مجرد أن لدينا جدولين متصلين معا بفورن كي، فنحن نحتاج الجوين أو inner join. فبالتالي هنا سنقوم باختيار inner join، وسنصل مع الجدول الثاني LWN answers 2 الذي أسميناه A. لكن على أي أساس سنربط بينها؟ ما هي صلة الوصل بين هذا الجدول وهذا الجدول؟ صلة الوصل هي فعليا هي الـ question ID، لأن كل answer لها question ID، وكل سؤال له ID، وبالتالي هذه هي صلة الوصل. فالتالي هنا on ستكون التالي on ماذا؟ أن LWN
أو دعونا نقول ال question ID، لأن هذا الـ Q هو هذا الجدول. الـ ID الخاص به يجب أن يساوي الـ answer، جدول الـ answer الذي هو هذا question ID. فإذن أتمنى أن الإجابة صحيحة. فإذن لنرى، فإذن run، لا يوجد خطأ وأعطاني الإجابة بشكل صحيح. فإذن ما هو اللون الآن؟ فإذن اللون يمكن أن يكون بلو وريد وجرين. بالنسبة للحيوان المفضل نفس القصة، بالنسبة للفصل المفضل نفس القصة، وبالنسبة للهواية نفس القصة، فظهرت لي بهذا الشكل. هذا الكويشن، هذه الأنسر هي عبارة عن الالياس التي أعطيتها للكولوم أو العمود الذي أنا أنشئه من جديد، أو الذي أنشئه في مرحلة عرض النتيجة فقط. جيد، فهذا فقط. فإذا أتمنى أنكم استفدتم من تمرين اليوم، كان تمرين متكامل. وعلى فكرة هذه القاعدة بيانات يمكن أن يتم استخدامها نفسها في الكود الخاص بك لإنشاء الكويز، كود الكويز حتى يعمل. فإذا هذه القاعدة البيانات هي جوهر الموضوع الذي يمكن من خلاله أن ننشئ كويز أو conditional كويز، وربما أقوم بإنشاء فيديو آخر حول الموضوع كيف ربط هذه القاعدة مع سكريبت نحن نقوم أيضا بإنجازه. فإذا شكرا لمتابعتكم ونلتقي لاحقا، مع السلامة.